السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية في جزئنا الثاني من درسنا الرابع في الوحدة الثامنة. وشكل ما احنا عارفين ان الدرس الرابع ده يتكلم فيه عن ثلاث حاجات. أول جزء معانا كان يتكلم لي عن The Power of Honey، طبعا قوة العسل، ودرسناها وكمان عرفنا التدريبات وحلها اللي موجودة في كتاب المعاصر. تعالوا يلا بقى نشوف الجزء الثاني معانا النهاردة، واللي بيكلم لي فيه عن الـ pronunciation، النطق. النطق حبيبي بيكلم لي فيه عن two sounds، يعني صوتين اتنين، واحد فيهم voiced يعني منطوق، يعني لما اجي انطقه لازم يحصل اهتزاز في الاحبال الصوتية، والتاني unvoiced or voiceless او بلا صوت. يعني ايه بلا صوت؟ يعني لما اجي انطق الحرف ده او اجي اطلع صوت الحرف ده مش لازم يحصل اهتزاز ابدا في الاحبال الصوتية، ولكن كل اللي عليا ان انا هعمل دفع للهواء من الفم. الصوتين اللي معانا النهاردة حبايبي هما صوت ف ف ف، شكل ما انتوا شايفين ان الصوت ده هو صوت حرف الاف، ف ف ف. So the letter is F but the sound is ف ف ف. لاحظوا حبايبي ان انا لما جيت اطلع الصوت ده كل اللي انا هعمله حبايبي ان سناني اللي فوق هتلمس شفايفي اللي تحت واعمل دفع للهواء بالمنظر ده، ف ف ف ف. لاحظ انت سمعت الصوت بس من غير ما انا اعمل صوت، من غير ما اعمل اهتزاز في الاحبال الصوتية، على عكس تماما حرف الفي، لان حرف الفي لما اجي انطقه حبايبي تلاقيني لازم اصدر صوت على وان هو بيخرج من نفس المخرج، يعني برضو هلاقي ان اسناني اللي فوق بتنزل على شفايف اللي تحت وفي نفس الوقت لازم اصدر صوت. لو انا حاولت اطلع الحرف ده من غير ما اطلع صوت هتلاقيه صعب جدا. لو حاولنا كده عشان يطلع صوت هتلاقيه طلع في ذا 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 ذا. وده في كتير حبايبي من الاصوات في الانجليزي، يعني في ازواج من الحروف كده في الانجليزي هلاقيها بنفس المنظر ده. يعني مثلا لو شفنا صوت التي اللي هو ت ت ت هلاقيه هو هو نفس مخرج حرف الدي دا دا دا، بس صوت الت حبايبي بيطلع بدفع الهواء فقط لا غير، مش شرط ان انا اعمل صوت او اصدر صوت من الاحبال الصوتية بتاعتي. ت ت ت سمعت الصوت من غير انا ما اطلع صوت خالص. طيب اما نفس الحرف او نفس الصوت اللي بيخرج من نفس المخرج ولكن لازم اعمل صوت عشان اطلعه هو صوت الدا دا دا. لو حاولت اطلع الصوت ده من غير ما اصدر صوت او اعمل اهتزاز في الاحبال الصوتية مش هتلاقيه طلع ابدا، مش ممكن، لازم دا دا دا. وكتير بقى شكل ما قلنا في اللغة الانجليزية هلاقي ازواج كده من الاصوات بتطلع من نفس المخرج ولكن واحد unvoiced or voiceless، يعني بيطلع بدون صوت يدوب بدفع الهواء بس، شكل اما الازواج التانية حاليها طبعا لازم اصدر صوت، يعني لازم يطلع صوت من الاحبال الصوتية، شكل ذا ذا دا دا جا جا زا زا، ودي الازواج بتاعتها. يبقى في درسنا النهاردة بيعرفني ان الفرق ما بين الفا ساوند والفا ساوند اللي الاتنين بيخرجوا من نفس المخرج ولكن واحد voiceless بدفع الهواء فقط والتاني voiced يعني لازم اصدر صوت عشان اطلعه. تعالوا بقى حبايبي نشوف الكلام ده موجود في الكتاب ازاي. طبعا هنا حبايبي بقى شكل ما انتم شايفين بقول the letter F makes the sound ف voiceless. قلنا يعني ايه voiceless حبايبي؟ يعني مش شرط ان انا يحصل اهتزاز في الاحبال الصوتية عشان يطلع الصوت، يدوب مجرد دفع الهواء من الفم، شكل frog frog scarf scarf fruit fruit fruit. طبعا مديني هنا ازاي ان انا بعمل الفه ساوند، بقول rest your top teeth on your lower lip، حط اسناني حبايبي اللي هي اللي فوق على الشفة السفلية اللي تحت عشان اطلع الصوت ده ويدوب بدفع الهواء لكن ما بصدرش صوت، ف ف ف
blow but don't use your voice. بدفع الهواء ولكن ما بستخدمش الصوت. مديني حبايبي بعدها ال the sound. قال لي بيطلع من نفس المخرج. نفس الكلام، بحط اسناني اللي فوق على شفتي اللي تحت وبرضو بدفع الهواء ولكن بقى باستخدام الصوت. بقول rest your top teeth on your lower lip. blow but do use your voice. لازم هنا اهز الاحبال الصوتية عشان الصوت ده يطلع، عمره ما هيطلع ابدا من غير ما يحدث اهتزاز للاحبال الصوتية. vegetables vegetables television 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 vet 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 حبيبي بمعنى طبيب بيطري. مديني هنا حبيبي امثلة على الفا ساوند والفا ساوند. fan then leaf leave ferry very few view safe save life دي live حبيبي، لو معناها يعيش هتبقى live لكن عشان يبقى معناها مباشر هتبقى live. دي معناها مباشر او البث الحي ده بقول عليه live، يبقى عشان يبقى نفس النطق بس مع اختلاف الحرف هيبقى اسمها live مباشر مش live يعيش. live live again fan then leaf leave ferry very few view safe save life live live. تعالوا بقى حبايبي نشوف الكويز اللي هو مدهالي. طبعا عندنا اول كلمه كلمه van يبقى va sound، frog fa sound، fruit fa sound، vegetables va sound. طبعا هنا بيقول look read and complete. we like watching يعني احنا بنحب نشاهد. television يبقى ده va sound. leave the lovely leaf on the tree يعني سيب الورقة الجميلة دي على الشجرة، فبالتالي leaf fa sound. the ferry is very fast. ferry المعدية، very يعني جدا، و fast بمعنى سريع. تعالوا حبايبي يلا نشوف اخر جزء معانا في درسنا الرابع واللي بيكلم لي فيه عن الماث والبار تشارتس. البار تشارتس طبعا حبايبي معناها الرسم البياني عن طريق الأعمدة أو الأشرطة. طبعا الكلمات بتاعتي free time يعني وقت فراغ، activity يعني نشاط، bar chart يعني شريط الرسم البياني، taking long walks يعني المشي مسافات طويلة. بقولي a bar chart is a way of showing information، دي طريقة طبعا من طرق إظهار المعلومات. طبعا حبايبي البار تشارت ده يعني رسم بياني بمثله حبايبي بأعمدة. مديني امثله يعني هنا طبعا النمبر اوف فيرس، مديني عدد الطيور ومديني من اول 1 لغايه 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا تحت حبايبي مديني اسماء الطيور. طبعا حبايبي العمود اللي فوق ده بقول عليه the vertical axis، اما the horizontal axis او ده المحور الراسي وده المحور الأفقي. طبعا على المحور الرأسي بكتب الأرقام وعلى المحور الأفقي بكتب أسماء الأشياء اللي أنا همثلها بيانيا. طبعا هنا حبايبي لو شفنا الطيور هلاقي الحمام طبعا عدده 6، هلاقي التشيكن الفراخ طبعا عدده 3، هلاقي البط طبعا عدده ducks عددهم 5، هلاقي التشيكس الكتاكيت طبعا عددهم 1. طبعا حبايبي في صفحة 90 مديني بقى مثال بقول use a table to make a bar chart and answer the questions. المفروض ان انا همثل ده بياني وبعدين بجاوب على الاسئله. عندنا هنا الفود الطعام والنمبر اوف ستودنتس. طبعا هنا البسبوسه بيحبها 20 ستودنتس، بيتزا 45، برجر 35، تشيز 30. طبعا هنا المفروض ان ده عدد الطلاب. طبعا همثلها اول حاجه طبعا هتبقى البسبوسه، وبعد كده حبايبي البيتزا، وبعد كده البرجر، وبعد كده لتشيز. تشيز حبايبي اللي هي الجبنه. طبعا لو بصينا حبايبي يلا بقى نمثل. طبعا حبايبي ده النمبر اوف، اكيد النمبر اوف ستودنتس ده عدد ايه حبايبي الطلبه. طيب وده النيمز اوف، اكيد النيمز اوف فود يعني اسماء الطعام، او النيم اوف فودز اسماء الاطعمه. طبعا هنا البسبوسه 20، في حاجه عند 20 ولونهم حبايبي. طيب البيتزا 45، يبقى البيتزا هلون المربعات كلها، دي البيتزا هتتلون المربعات كلها. طيب
عندنا البرجر طبعا حبايبي المفروض ان انا بعمل كل واحده بلون مختلف. البرجر 35 او 35، فانا هاجي عند 35 ولون ال 35. طيب التشيز عندنا 30، يبقى هاجي عند ال 30 ولونهم برضو بلون مختلف. تعالوا بقى نشوف حبايبي الاسئله. بقول which kind of food is like the least. ذا ليست دي حبايبي يعني الاقل، يعني اني واحده من دول الطلاب بيحبوها اقل حاجه. طبعا لو بصينا هنا هلاقي اقل حاجه هو بسبوسه، يبقى هكتب على طول بسبوسه. نمبر 2 بيقول which kind of food is like the most. the most حبايبي معناها الاكثر، شكل ما عرفنا قبل كده. طبعا اكتر حاجه بيحبوها هي بيتزا، البيتزا حبايبي. السؤال اللي بعده بقى حبايبي جايب لي العكس، هو جايب لي الرسم البياني وبعدين بيقول لي كمل هنا. طبعا هنا بيقول لي number of children، عدد الاطفال 100. وطبعا عندنا الالعاب بتاعت الجيمز hide and seek، الاستغماية، musical chairs، الكراسي الموسيقية، pass the parcel، مرر الطرود، بازل يعني الغاز. طبعا هنا لو شفنا hide and seek كم واحد بيحبهم هتلاقي 50، يبقى هكتب هنا 50. طيب musical chairs الكراسي الموسيقية هلاقيهم 80، واحد بيحبوها. طيب pass the parcel وصل الطرود فين هي 90. طيب بازل الالغاز هتلاقي 30 اللي بيحبوها. قولي بقى how many children like the musical chairs، كم عدد الاطفال اللي بيحبوا musical chairs الكراسي الموسيقية. طبعا اكيد اللي بيحب الكراسي الموسيقية هكتب 80 children، يعني 80 طفل. 80 children. How many people like the hide and seek and pass and parcel. بقولي بقى كم عدد الطلاب او كم عدد الناس اللي بيحبوا حبايبي hide and seek and pass and parcel. هنا حبايبي بقى لازم اجمع، لان قال لي لعبتين اتنين مش لعبة واحدة. اللي بيحب hide and seek 50، واللي بيحب pass and parcel 90 و50، يبقى هكتب 140 يعني 140. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش شاركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زميلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.